الملابس الرياضية يعني الـ الـ الشغل القبل يعني السنوات هذيك الماضية كانت أحسن من هالسنوات هاي. ليش؟ لأن تقريبا عندنا المحلات كثرت، الناس اللي يشتغلوا بالرياضة صاروا أكثر، فهاي النتيجة مالتها يعني قمنا نحصل إنه التجار للأسف، يعني ما نقول كل التجار، نقول أكو بعض من التجار ما لهم دخل أصلا بالرياضة، فيروح يستورد البضاعة الرديئة، البضاعة المو جيدة، البضاعة السيئة، فقام تأثر عندنا بالسوق. فشوف تدخل السوق تلقى السوق مملي بضايع، الزبائن بدأت تتنقل الحاجة الزينة، فتلقى إنه أزد معظم التجار البضاعة اللي عندهم تتكدس ما تمشي، يضطر التاجر على مود يجمع من يمها فلوس تنزل بربع السعر مالتها. فهذا يأثر على إنه معظم التجار ما يشتغلون، البضائع الموجودة بالسوق رديئة، الشغل مالتنا مو صحيح، يعني خاصة الفترات اللي نجي نشتغل بيها نلقى إنه هواي من الـ من الـ من, الـ من الوقت مالتنا قاعدين ما نشتغل، يعني إحنا كنا مثل بداية الأسبوع نهاية الأسبوع كله نشتغل، هسه لا، هسه ممكن نشتغل بس يوم الخميس، ممكن نشتغل بس يوم السبت. الدلع هذا ليش؟ لأن الزبائن صارت قليلة، والتذوق الرياضة قام يدور له بس الحاجة الزينة، والسوق مملي بضاعة غير جيدة، لأن التاجر ما يهمه أصلا نوع البضاعة، يعني ما يجمع نوع البضاعة والبضاعة جيدة والربح مالتها، لا يدور بس الربح مالتها، فتضطر إنه مسألة الأرباح تصير على حساب نوعية البضاعة. لا صناعة محلية ما عندنا بالعراق، ما عندنا صناعة محلية. ليش؟ لأن أزيد الشان مثل الناس تشتغل بطلت. ليش؟ نسبة إنه موجود بضاعة مستوردة والبضاعة رخيصة تجي من هناك من برا، فما تشتغل عندنا شيء محلي، يعني ما يظاهر السعر مالته، السعر مالته مهما كان اللي يجي من برا أقل. إضافة لهذا أزيد البضاعة تجينا بضاعة مستوردة، وقلنا إنه البضاعة المستوردة يعني للأسف ما حد قاعد يجيب خاصة البلدنا، ما حد يجيب البضاعة اللي جيدة اللي ممكن تلبس، وممكن فرق السعر ما يصير هواي بين البضاعة الجيدة وبضاعة المزينة، بس يعني هذا اللي قاعد يصير عندنا بالسوق. هنا الشغل مالتنا تقريبا يعني بداية موسم نهاية موسم يصير عندنا فترة، يعني شلون نسميها، عدم شغل، الفترة اللي يصير بين الشتاء وبين الصيف، وبين الصيف وبين الشتاء، يعني كل موسم. أضافت لنا يصير عندنا مثل مواسم، عندنا مثل سحب على الرياضة، بداية دوري، مواسم هسه حتى الدوريات مالتنا، يعني حتى على مستوى الناس اللي دوروا مؤسسات اللي قاعدة تلعب، هم التواريخ مالتها، مرة التواريخ تتقدم مرة تتأخر، فشوف كل الشغل قاعد يصير عندنا بين مد وجزر. الإقبال يعني يصير دائما، يعني فترة المواسم يعني يكون إقبال على الملابس الرياضية، خاصة الفرق الشعبية، الأندية، الفرق المحلية هم نفس الشيء. ولكن تشوف يعني مثلا بدات السادس والسابع من كل سنة يعني يصير إقبال، يعني مثلا الفرق الشعبية تجي تاخذ الأندية، فتصير هيجي. والاستيراد يعني أكثر الاستيراد يصير من المواد الرياضية أو الألبسة الرياضية، يكون منتوجها الصين. يعني شوف أغلب التجار، أغلب المحلات، يعني قليل الباقي الدول مثل تركيا وهاي، يعني يروحون بس مو مثل الصين. الصين دائما يعني الاستيراد منها يكون مثلا خلينا نقول 85% أو 90% يستوردون من الصين. ليش؟ لأن حسب الطلب، شو تريد أنت من هناك يدزوا لك. فدائما تكون الحاجة الأساسية بأكثر المحلات هي المواد الصينية أو المنتوج الصيني، يعني الإقبال يكون عليها، لأن هم أسعارها تكون مناسبة، يعني خاصة من الفرق الشعبية، من الرياضيين، الفرق شوية اللي ما يكون دخلها قوي مثل ما نقول، مو مثل بعض الفرق مثلا الجماهيرية تجي. فدائما يكون على المنتوج الصيني. يعني لا صناعة محلية ما مو مثل قبل، أكو يعني كان منتوج صناعة، هسه يعني حتى
الخامه او نقول المعمول به مو مثل قبل، مو مثل قبل. قبل اكو معامل، اكو انتاج، اكو صناعه، اكو، بس هسه لا، تعرف انت اغلب المعامل وهاي المؤسسات كانت تشتغل، ما تشتغل هسه. هسه كلها يعني تروح انه للصين وتجيب البضاعه اللي تريدها، تكون اسهل وارخص لك يعني. مو لا، سذاك كان منتوج قبل، المنتوج طبعا العراق طبعا احسن، قبل احسن. يعني هسه من نشوف المنتوج الصيني وقبل منتوج العراق، لا، منتوج العراق افضل، افضل بهواي من منتوج الصيني. بس الظروف اللي يمر بها البلد بعد تلقى يعني من الصين اغلب الناس تجيب من الصين يعني. يعني لاعبات وجميع الوسط اللي نعيش به، نشوف خلال هاي الفترة يعني الإقبال على التجهيزات الرياضية بكثرة، حيث يعني حتى أنا إن شاء الله يعني بخير وسلامة إذا الله سهل لي إنه أهم أفتح محل يعني تجهيز رياضي المنطقة اللي أنا بيها، مع العلم إنه أكو محلات يعني مجاورة لي أيضا تجهيز رياضي، وده تمشي يعني هي رزق على الله، فماشي الحمد لله والشكر يعني بالعراق بكثرة. يعني احنا نشوف اكثر شيء البضاعة يعني داخل العراق ارخص يمكن تقريبا من الدول اللي نسافر لها. من نسافر نشوف مثلا الاديداس تقريبا نفس الخامة، ما نقول يعني ذاك القد فرق، يعني فرق قليل يمكن بالنوعية، نشوف مبلغ كلش ضخم. فلهذا ننتجه يعني نجي مثلا نقول حافظ القاضي، التجهيزات اللي هي مثل ما نقول متوفرة، كل شيء الرياضي اللي يريدها يعني يلقيه هنا بهاي المحلات. بالنسبه للاستيراد الملابس الرياضيه يعني 90% منها من الصين وال10% من تركيا. التركي يصير غالي فالاقبال مالته قليل، يكون مو مثل الصيني، الصيني يجيب كميات كلش كبيره. بس بالنسبه للبيع والبيع مالتنا يعني قبل كم سنه، قبل 3 سنوات كان الوضع كلش زين، يعني قوه شرائيه كلش قويه. بس صار حوالي سنتين من الأحداث اللي صارت بالموصل، لأن يعني كم محافظة راحت من عندنا، يعني مثل الموصل كان سحب كلش قوي، الرمادي كان سحب كلش قوي، صلاح الدين، هاي المحافظات من السحب مالتها ما كل السوق، يعني ما صار عندنا شغل. هاي صار سنتين تقريبا قاعدين ماكو شغل نهائيا. وإحنا تعرف يعني أصحاب إيجارات، أنا إيجار 7 ملايين بالسنة أدفع، وعندي عمال وعندي إيجار مخازن، فميسد الشغل، ميسد يعني الشغل كلش تعبان تحت الصفر. يعني شو تقول عليه؟ قليل، ما يصرف شغل، ما يصرف نهائيا. وفكرنا حتى نعوف شغلتنا، بس وين نروح؟ هي هاي المشكلة، ما نعرف غير، صار لنا بال 15 سنة بهاي الشغلة، ما شجع شغلة، ما شجع يعني نهائيا. اي موسم هسه بداية موسم، بدا موسم الشتاء عندنا، يعني شوف هاي هسه ردن قاعد نبيع، النص ردن انتهى، هسه بداية موسم وجاي نشوف السوق شلون. يعني كل مرة كل سنة بداية الموسم، هاي احكي لك قبل 3 سنوات بداية الموسم يعني ما نلحق والله، ما يعني ما حتى لو تقول لي أرد أسوي لقاء أقول لك ما عندي مجال، هاي هي شيء يعني. بس هسه جاي أشوف قاعدين وساكتين، بس شايات وسوالف.